سأحدثكم اليوم عن موضوع مهم وبسيط ويعيشه معظم الناس في حياتهم اليومية، ألا وهو الإخوة الغير أشقاء. في البداية الأخ يعني السند والعزوة، الأمان والقوة، والصديق الحبيب والصدر الرحب. الأخ كلمة تحمل بطياتها دفء غريب، وهي علاقة إنسانية وطيدة، ولكن للأسف نجد أن الأخوة يغتالها البعض ويحولها لكراهية وربما عداوة، والسبب في ذلك يعود أن ذلك الأخ أو الأخت غير أشقاء. إن علاقة الأخوة الغير أشقاء غالبا ما يصاحبها فتور في صلة الرحم، ولكن إذا تحدثنا بإيجابية فهم مجرد إخوة سواء أشقاء أو غير أشقاء، لا ذنب لهم في هذه الحياة حتى نقوم بكرههم. وقد يكون الإخوة الغير أشقاء صغارا نقوم برعايتهم، أو كبارا نقوم باحترامهم. فماذا لو كنا أنا وأنت وجميع من يشاهدهم إخوة غير أشقاء لإخوتهم؟ ماذا لو أننا أحببنا بعض كإخوة أشقاء بدون التفكير في أننا غير أشقاء؟ ماذا لو أن لنا آباء مختلفين وأمهات مختلفات؟ رغم تعدد الروابط سنبقى إخوة، تربطنا أم واحدة أو أب واحد، ولا ننسى رابط الدم الذي بيننا. ما ترونه في هذا المشهد هم إخوتي الغير أشقاء، نحن من أم واحدة وأحبهم كثيرا، ولن يتغير حبي لهم مهما حدث. أحبوا إخوتكم فلا ذنب لهم ولا ذنب لكم فيما حدث. لإخوتي الأشقاء وغير الأشقاء أقول لكم، وما الإخوة إلا نعمة تعجز الحروف عن وصفها. أنتم الصديق والعوض والسند، أحبكم كثيراً.